اهلا وسهلا بك يا برج العذراء في قناة ليلى الحنينة ورسالتك. رسالة مفتوحة، استقبلها وقت ما شئت. اذا عجبتك الرسالة خليو كومنت، متابعة وحركة اكسبلور طبعا اذا حبيتو. برج العذراء، برج العذراء انت من الابراج اللي غادي ياثر عليهم السوبر فول مون هاد يوم 17 في شهر 10. اوكي، ناخذ رسالتك وطاقتك الحاليه. عندكم طاقه فيرتيليتي، طاقه حمل يا برج العذراء، عندكم طاقة حمل. للبعض يمكن حاملت أو كتسناو أخبار عن الحمل، والبعض منكم جايهم خير كيتسناو فيه، يعني خير منتظر، ماشي غير غادي يلحق وغادي يجيكم هاد الخير، يعني كتسناو خبر على الفلوس. برج العذراء عندك محكمة، عندك محكمة. أنا كنصحك تمشي الامور ديالك بسلام يا برج العذراء، لانكم انتم ما كتسامحوش في حقكم، لكن مرات خاصكم تجود ذا فلو، خاصك غير تمشي مع الامور كيف هي ماشيه، لان ماشي دائما كتكونوا مظلومين وماشي دائما كتكونوا ظالمين. لكن هدوا الامور، هدوا من المشاكل، صار لكم في صراعات اكثر من سنتين او ثلاث سنوات، ممكن محكمة مع الشريك، ممكن محكمة على اوراق، ممكن كتسنوا اقامة، ممكن عندكم او داخلين في مشاكل مع شخص راكم كتسنوا النهاية ديالها، عندكم امضاء على اوراق قريبا ان شاء الله والتخلص من هذا المشكل هذا وتحطوه يرقد بسلام الى الابد يا برج العذراء. من ناحية ديال الشريك كننصحكم يا برج العذراء تهتموا بشريك الحياة، راه عندكم إهمال من انتوما هاملين شريك الحياة، ممكن ما كتهتموش به كما يجب، ممكن ما كتعطيوش الوقت، ممكن ما كتبقيوش كتهضروا معاه كما يجب. كننصحكم تكونوا شوية منفتحين. أوكي يا برج العذراء، ربي يسر لكم ويعطيكم كل ما تمنيتوا. اوكي، تحياتي لك يا برج العذراء. وهذا سوبر فول مون غادي يكون عليكم بتغييرات اذا انتم استقبلتم السلام، يعني اذا اختاريتوا النسخه الجديده ما تدخلش في مشاكل، فانتم ما غاديش تدخلوا في مشاكل. اختاريتوا المشاكل كيف قلت لكم يا برج العذراء، اذا اخترتم المشاكل فالمشاكل غادي تزيد كتكبر، اذا اخترتم السلام فالسلام غادي يزيد يعم على حياتكم ان شاء الله. انا ننصحكم يا برج العذراء تختاروا السلام، لانكم ماشي حمل مشاكل وما عندكمش اصلا الريسورسز باش تبقاو في المشاكل، لان اي مشكل صغير كيخليكم مسترسين وما مركزينش في حياتكم. فاختاروا دائما السلام، بدل ما تدخلوا في مشاكل عويصة اختاروا السلام، حتى لو كان عندكم خلافات كبيرة مع ناس ما ضالمينكم، أنا كنقول لكم اختاروا السلام إن شاء الله وغادي تربحوا. تحياتي لكم.